أنا رأيت منذ مده، رأيت الجنة وبقيت مستغربا، من غرائب ما يعني ما 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 ما, ما حسيته أن رب العزة معطيني طاقة أطير حيث أريد. وأقول أنا سبحان الله إيش الحكمة، أطير حيث أريد، وهذاك الخدم ويخدمه هناك داخل في الجنة غير عن خلق الدنيا، وهذاك الشجر غير عن في الدنيا. استغرب بس أشوفه أتنقل كالطيرة ذات المكان كالطائر، ولقيت شيخين هناك، شيخين ويقول لي واحد مشايخ يقول لي هذا الذي تتمنى، يقول قلت له هذا فضل الله تعالى علي وعليك، هل ذاك هناك داخل؟ قال شوف له صوره تبقى مستغرب كيف جمال، يعني خارج عن العقل، مصر العقل. شوف كيف؟ فالانسان يبقى يفكر شويه، يفكر يراجع نفسه. وانا حقيقه اشكركم على هذا الاجتماع وهذا الاستماع وهذا الايصال وحبكم للخير، واسال الله لي ولكم الثبات والتوفيق والتيسير والاخلاص في القول والعمل، ونسال الله ان يخرجنا من الدنيا سالمين غانمين برحمته وهو ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وسلم. بارك الله.